أهلا وسهلا فيكم في قناة A&Y Games. ياي، رح نروح على ملاهي عملها صديقي الغني. هو كتير غني وأهله قرروا يعملوا له ملاهي لأنه معهم كتير فلوس مش عارفين شو يعملوا فيها، فقرروا يعملوا لابنهم ملاهي، وإحنا معزومين على افتتاح هاي الملاهي. يلا يلا، متى هننطلق؟ يلا متى هنروح على الملاهي؟ أشهد هذا نافورة عليها تمثاله؟ لا مو لهالدرجة، يعني أنا كنت عارفة إنه غني وهيعمل أشياء غريبة بس مش لدرجة يعمل نافورة عليها شكله. هيا، ليش هيك؟ أنت لسه ملامحك ما بينت؟ أهلا فيكم في مدينة الملاهي تاعتي. أهلا أهلا فيك. إحنا هلأ رح نركب أسرع أفعوانية رح تلاقوها في العالم، بس لا تخافوا لأنه ما في إشي رح يصير، هي كتير أمان وإحنا صممناها بأفضل طريقة، رح تكون أسرع وحدة وأكتر وحدة ممتعة. أوه واو، أنا كتير متحمسة أركبها. يا أمه أنا كتير خايفة، كتير كتير خايفة. يا رب ما تنزل بسرعة. كتير سريعة. لا لا لا، الشقلبة، لا لا الشقلبة أرجوكم. عايشين، ما في حدا مات، ما في وحدا تفتفتت قطعه، كلنا عايشين. ايش هاي المدينة الملاهي الفاشلة؟ شو هاي الاشياء اللي انتو حطيتوها؟ هاي مدينتك كتير فاشلة، وهلا احنا ايش نسوي؟ كيف هنروح هالبيت؟ وين احنا اصلا؟ لا تقلقوا، احنا في الغابة بس رح اطلب المساعدة. تطلب المساعدة كيف؟ تعالوا الحقوني، رح نشوف حدا يساعدنا ويطلعنا من الغابة. يا الله انا كتير متضايقة منه، خلينا نلحق ونشوف بركي قدر يطلعنا من هاي الغابة المخيفة. وين ما خدنا؟ استني شوي، هلأ بنشوف مكان نقعد فيه ونفكر. في كوخ هناك، خلينا ندخله ونشوف ايش فيه جوا، يمكن حدا يساعدنا. خلينا نستكشف هذا الكوخ. يا الله شكله كتير قديم. ايش هاد؟ شكله كتير غريب. شو هذا المكتب وقلم الريشة هذا اللي انقرض؟ المكتب مريح. وهاي تلاجة؟ لا مستحيل مستحيل اختراع التلاجة يكون وصلهم، بس ما بعرف ايش هاد. وايش هاد؟ دجاجة محروقة؟ لا يمكن صحن متغطي. وايش في فوق؟ فوق في كمان مكتب؟ ايش هاي الصناديق فيها؟ ما فيها ولا اشي، يمكن هم من اخذوا الاشياء اللي كانت في الصناديق، انا ما لقيت ولا اشي في الصندوق. شو؟ رح نرتاح في هذا الكوخ اليوم؟ بس الكوخ هذا شكله كتير غريب، ما بعرف مش حابة انام فيه. بس ما في عنا حل تاني، لو ما نمنا فيه رح نضل في الغابة. يلا اسمعوا كلكم، فتشوا على خشبات عشان ندفي حالنا بالليل. بس الكوخ كله خشب، من الخشب اللي حنحرقها ندفي حالنا فيها ومن الخشب اللي مصنوع منها الكوخ؟ بصراحة مش عارفة اي خشبة لازم ناخد واي خشبة لازم نترك، الكوخ كله خشب في خشب، مش لاقي ولا خشبة. صاروا لاقيين اربعة؟ وين لقيتوهم؟ انا مش لاقي ولا خشبة، حاسة حالي مش مفيدة ابدا في الفريق. وانت يا ولد وين لقيتهم؟ انا فتحت الصناديق هاي ما فيها اشي، مش قادر الاقي ولا خشبة، كله خشب الكوخ ومش فيش ولا خشبة ان نحرقها. خلاص لقيتوهم كلهم، ممتاز. اسمعوا ايش رأيكم بهاي المناسبة اننا ضايعين وفي هاي الغابة اني احكي لكم قصة كتير بتخوف عن هاي الغابة؟ حلو، ليش لا، خلينا نرتعب شوي. كان يا مكان في بنت صغيرة ضاعت في هاي الغابة، وهاي البنت وهي ضايعة ظلت تمشي لحد ما لقت قلعة بنص الغابة، وبعدين البنت قررت إنها تدخل هاي القلعة عشان حدا يساعدها. بس القلعة ما كانت قلعة عادية، كانت فخ، وكان اللي يملك هاي القلعة هو ملك كتير شرير، قرر إنه يحبسها في سجن عنده في القلعة، وظلت هاي البنت محبوسة في السجن إلى يومنا هذا، وما حدا أبدا لقاها أو عرف وينها. حلوة القصة بس مبينة يعني إنها كذب، ليش يعني ملك بده يحبسها؟ ما بصراحة قصة كتير كذب يعني كتير خرط، بس عادي أوكي تسلينا. لأ هاي القصة على فكرة ممكن تكون حقيقية، بعدين أنا مو مشكلتي إذا أنتم خايفين. إحنا مو خايفين، إحنا نعسانين،
خلص خلينا نروح ننام. طيب خلص خلينا ندخل وننام. أحس حالي رح أحلم بالقصة الغبية اللي حكالنا إياها. مرات قصة ما بتكون بتخوف وسخيفة، بس الواحد بيحلم فيها بالليل برضو. رح أحاول أنام ما أفكر في هاي القصة. بصير أنام في هذا الصندوق؟ لا. طيب وين مكان النوم؟ السريرين هذولك؟ نمنا وإحنا واقفين. كثر التعب، نمنا وإحنا واقفين. إجا الصبح؟ إحنا طالعين برا الكوخ؟ اسمعوا، لازم نلاقي مكان إنه إحنا حدا يساعدنا، الحقوني. طيب لازم نضلنا نفتش على المساعدة عشان نطلع من هاي الغابة. شوفوا هدول الخشبات، كل واحد ياخد خشبة عشان تحموا أنفسكم إذا طلع لكم وحش أو إشي. ما رح يطلع لنا وحش، بس خلينا ناخد، مش غلط. وين صرنا؟ يا الله، إيش هاد؟ معقول هاي القلعة اللي حكالنا عنها في القصة؟ معقول هي حقيقية؟ مو قادر أصدق، بس غريب كيف في قلعة بنص الغابة. لا لا، مستحيل هاي تكون القلعة تاعت الملك الشرير اللي حكالنا عنها. صراحة أنا ما كنت مصدق هاي القصة، بس وضع القلعة غريب. طب شو نعمل؟ ندخل هاي القلعة؟ بس إحنا يمكن حدا يساعدنا في هاي القلعة، لازم ندخلها. بس الجسر اللي على القلعة كأنه مكسر، رح يكون كتير صعب إننا ندخلها، لازم ننط. يا رب ما أوقع. أبس، النطات شكلها سهلة. طيب كمان هاي وهاي. هل قربت أوصل، شكلي ما رح أوقع. الحمد لله وصلت. يا حرام اللي معي، كأنهم عم بوقعوا وبيموتوا. إيش هذا؟ الباب مفتوح، نقدر ندخله ولا لا؟ خليني أشوف. لا، باب القلعة مسكر. خليني أستنى أصدقائي. هاي البنت نطت، بس الباقيين وينهم؟ يلا بسرعة يا ولد، يي حيخلص عليه الوقت. خسارة، شكله مات. أهلا وسهلا فيكم في قلعتي، أنا الملك تاع القلعة. بس أنتو شو جابكم هون على هاي القلعة؟ غريب، هاي القلعة في نص الغابة وما حدا بيجيها. إحنا كنا ضايعين وعم بنحاول نلاقي حدا يساعدنا إن نرجع على بيتنا. طيب تفضلوا ادخلوا، لأنه هلأ في مطر ورح تبردوا. أوكي شكرا. خلينا ندخل. تعالوا رح أعطيكم أكل كمان. شكرا، لأنه إحنا جوعانين كتير. ياهي، أنا متحمسة أشوف كيف الأكل رح يكون، مثل الأكل الملكي وهيك اللي بتشوفه في الأفلام، شو بيأكلوا الملوك. تستمتعوا في الأكل. هاي هي التركي، ديك رومي، وهي لذيذة جدا. بصراحة ما بعرف، مش كتير مشجع إني أكل ديك رومي هلأ. خلص، ما رح أخليها بعدين إذا متت من الجوع وممكن أكلها. أنا ملك هاي القلعة. أهلا وسهلا فيك. إحنا إلنا الشرف إن نقعد معك يا جلالة الملك. بده يتفلسف ويعمل حاله راقي. يا ملك، أنت فعلا شرير وبتخطف الأطفال؟ سمعنا إنه في ملك شرير عايش في الغابة. يا الله، هاي القصة الكذب، ما بعرف مين ألفها عني. لا طبعا. يعني أنت ما عندك مخبأ سري في القلعة بتحبس فيه الأطفال، مثل السجن المخيف؟ فيه، بس ما بحبس فيه الأطفال، بحبس فيه الوحوش. عندي سجن للوحوش مش للأطفال. اوكي، طمنت. سجن للوحوش على فكرة بخوف كتير، كمان أكتر من سجن للأطفال. بس حامل حالي ما سمعت، لأنه أنا مضطر إني أضل في قلعتك هاي، ما في مكان نروحه. شكرا على الأكل يا جلالة الملك. طيب بتقدروا هلأ ترتاحوا وتناموا، وقبل ما تناموا بتقدروا إنكم تستكشفوا القلعة وتشوفوا الأماكن اللي فيها. شكرا كتير. خلينا نستكشف هاي القلعة. يا ترى إيش فيها؟ إيش في هاي الصناديق؟ معقول في ذهب؟ لا، الصندوق فاضي. طب ليش حاطينها وهيك؟ حاطين عليها أزرق يعني بتحني، بس إنه ما في ولا إشي. وتصميم القلعة كتير قديم هيك، مش مذهبة. تخيلت ألاقي فيها ذهب ومجوهرات وأشياء فخمة. وإيش هاد؟ كرسي الملك؟ وهون إيش في هون في الدرج؟ خليني أشوف إيش في هذا المكان. أنتوا لسه قاعدين عم تحكوا؟ أوكي، فكرت في إشي ممتع. غريب، لساتهم قاعدين. وأشوف هذا الكرسي؟ هيك الكرسي الملكي من الخشب القديم؟ ليش هيك شكل كرسي الملك؟ تخيلت يكون مذهب أو حلو. يلا وقت النوم يا أطفال. إجا وقت النوم بسرعة. يلا خلينا نروح ننام. يا ترى كيف رح تكون الغرفة؟ لا، عم تمزحوا. هاي هي الغرفة؟
وين سرير الأميرات اللي فوقه هيك إشي مثل ستارع ومذهب؟ إيش هاد؟ حتى هاي مش تخت، يعتبر فرشة. هذا على فكرة هذا لا يعتبر سرير، هذا يعتبر فرشة. الغرفة مش حلوة، في غرفة تانية ممكن تلقلنا على قسم الأميرات؟ آه شكله هذا اللي إجانا. يا الله حتى الحرام خشن، زي الخيش هيك خشن، مش مريح. خلص ما رح أقعد أتفلسف، بلاش يسمعني هلأ ويرميني برا القلعة وأضطر أنام في الشارع بين الحشرات في الغابة مع الحشرات والأفاعي والأشياء الغريبة اللي بتطلع في الغابة بالليل. خلص رح أسكت وأنام على هذا السرير، مع أنه أبدا أبدا مش مناسب لقلعة. القلعة تاعتك يا أيها الملك تحتاج إلى إعادة تصميم. إحنا واقفين. وأخيرا إيش هذا الصوت؟ معقول هذا الصوت سمعته انت يا بنت؟ طلعت ايش هاد؟ فكرت البنت اللي معي طلعت صوت غريب. ايش هذا الكائن اللي شبه الضفدع اللي عنده اسنان كبيره؟ اركضوا قبل ما اكلكم. الكائن هذا بده ياكلنا، شكله بتغذى علينا. كتبوا لنا نركض، لازم نحاول نضل نهرب منه. يا الله اذا بلمس الواحد هيك بيموت كتير مني، لازم اضل اهرب، انا كتير خايفه منه. لساته بالحانة، لساته بالحانة، الكائن بالحانة. يا ولد انت هيك واقف، يا ربي انا كتير خايفة، ليش لساته بالحانة وخايفة يلمسني كمان مرة؟ وينه وينه؟ راح ولا لسه؟ مش حابة الف ظهري ولا اي وراي. يا بنت احكي لي وينه، راح ولا لسه؟ الملك اجا. يا ملك انت، الكائنات هاي الوحوش اللي حبسها تحت، طلع لنا واحد بالليل وعم بحاول ياكلنا، وكمان الغرفة مش حلوة ومش مريحة، وكمان القلعة كلها نظامها قديم، وحتى الاكل اللي عطتنا اياه انا ما اكلت منه على فكرة، مش زاكي. وخلص انا بدي اطلع من هاي القلعة، ما بدي اضل في هاي القلعة ابدا. طيب خلص هدوا اعصابكم، رح اجهز لكم الاحصنة عشان تطلعوا من القلعة. واخيرا يلا كل واحد يختار حصان. اختار حصان؟ بس كأنه كلهم شبه بعض، مش حاسة انه في اي حصان مميز عن التاني، كلهم نفس اللون نفس الحجم، ما في ابيض والوان. ليش ما عندك حصان ملونة؟ كل شي عندك قديم وتقليدي. خلص رح اختار هذا الحصان، انا اخترت الحصان. يا الله شو عم بيصير؟ الارض انفتحت. هاي البنت هربت، انا وقعت ما قدرت اهرب. ايش هذا المكان اللي تحت الارض؟ وين احنا؟ كأنه معقول؟ معقول هذا ال هذا ال هذا هو السجن؟ وهاي البنت انتي حقيقية يا بنت؟ انتي حقيقية من القصة؟ يعني ايش هذا السؤال الغبي؟ مو شايفاني قدامك؟ طبعا انا حقيقية، وإلي محبوسة في هذا المكان 10 سنوات، هذا الملك الشرير لما دخلت القلعة حبسني هون وما عرفت اطلع ابدا، بس على الاقل هلا صار عندي اصدقاء محبوسين معي اتسلى معاهم. لا شو أصدقاء محبوسين معاكي؟ إحنا أكيد مش رح نضل هون، لازم نلاقي طريقة نهرب فيها. ما في أي طريقة، أنا جربت كل إشي. لا مستحيل تكوني جربتي كل إشي، أنتي لك قاعدة هيك منكمشة في هاي الزاوية، أنا رح أفتش على طريقة نهرب فيها، يمكن يكون في مكان سري أو إشي نهرب فيه من هذا المكان. يا ترى وين في أي إشي؟ هاي الشبابيك؟ لا هاي العظام اللي على الأرض. إيش هاي الإيد؟ لا تمسكيها. ليش ما امسكها؟ ايش صار؟ يلا انا شو عملت؟ في مي نزلت. يا ربي ممكن نغرق ونموت. لازم بسرعة ننط ولا المي حتغرقنا. يا رب نقدر نطلع. قومي يا بنت، قومي لا تضلي قاعدة هيك. مش عارف البنت قامت ولا غرقت، بس مش قادرة اطلع وراي لان المي عمالها تطلع بسرعة، واذا ما اسرعت رح اموت. ان شاء الله تكون هاي البنت اللي قاعدة تحت طلعت، بس هي شكلها خلاص يائسة من الحياة. ضيل كم نطة واهرب. واخيرا هربت الحمد لله. انا مو قادر اصدق انكم قدرتوا تهربوا من السجن تاعي، انتوا كتير شجعان، بس انا مستحيل اخليكم تهربوا من القلعة وتحكوا لكل الناس عن السجن تاعي وعن قلعتي، عشان هيك رح اخلي الوحوش تعوني يهجموا عليكم ويقتلوكم. يا وحوش اهجموا. يا الله لازم نقضي على هاي الوحوش تعونه. خد. واخيرا قتلته. في كمان واحد، وينه؟ انا قتلت الوحش تاعك ضعيف على فكرة. اي حرام عم بلحق هاي البنت، تعال خد. زي الزومبي، كأنك زومبي صح؟ واو الملك هذا عنده زومبي وعنده ضفادع وعنده اشياء كتير غريبة. خد. اوف واخيرا مات.
أنا مو قادر أصدق إنكم أنتوا قضيتوا على الوحوش تعوني. أنتوا هلأ حان وقت إني أقاتلكم بنفسي، مستحيل أخليكم تطلعوا من هاي القلعة. استعدوا للقتال، إحنا رح نقاتلك ورح نموتك. يا الله وين إحنا؟ شو هذا المكان؟ وين حطنا؟ الحقوني. طيب أنت بس ضلك من أول اللعبة، الحقوني الحقوني. شو هذا؟ هذا مثل مدرج أو مسرح قديم، وهذا الملك قاعد فوق. مش عارف الملك حيقاتلنا بنفسه ولا حيبعت حدا يقاتل بداله. أنا كتير خايفة. يلا استعدوا للقتال، أنا رح أهزمكم وأدمركم. لازم نقتل هذا الملك. يلا عم بيطلع علينا أشياء زي أشواك. أنا خايفة كتير، عم بيطلع من هاي الأشواك. هاي البنت صديقتي معي. اسمعي يا بنت، لازم نقضي عليها مع بعض، لأنه أنا أيوه نايم. خلينا بسرعة نضربه على راسه. تا 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 خد 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 خد. رجع صحي. يا الله عم بيطلع هاي الأشواك. لازم أهرب لازم أهرب. وين البنت؟ وين البنت صديقتي؟ صديقتي ماتت. هيك ما رح يزبط إني أنا أقتله لحالي، لازم أستخدم سلاح أقوى، هيك كتير رح أطول. اشتريت سيف الرينبو هذا عشان أقدر أقضي على الملك بسرعة، لأنه العصاية هذيك كتير بطيئة. إيش يا ملك، إيش صار معك؟ أنت لساتك معلق؟ يلا يا ملك بدي أقضي عليك. هاي هاي الضربة القاضية، ضربة الرينبو القاضية. إيش صار، متت؟ ما أقدر أخبطه كمان. مات مات، هي قضينا عليه. وهو أخيرا قلنا لك إنه رح نقضي عليك. على أساس إنه أنت عملت أي إشي، بس قاعد تتفلسف. أنا اللي شريت سيف الرينبو وخلصت روبلوكساتي وضليت أركض وصار لي ساعة، أنت بس جاي تحكي قضينا عليك وأنا اللي عملت كل إشي. يلا اربطي إيديه. اوكي كمان عم تتأمر علي. يلا حربط ايديه بلاش يعمل اي اشي غلط. خد خد، انضربطت هيك. هي انضربت وفتحت امه كمان. تستحق ايها الملك الشرير يا حابس الاطفال اللي عندك سجن غريب. وهلا ايش نعمل فيه هلا؟ اسمعوا، انا بدي منكم تساعدوني. انا رح اخليكم تطلعوا من القلعه، عندي العاب ناريه، اول ما تطلقوها حتيجي طياره تساعدكم، بس بالمقابل انتوا تطلقوا سراحي وما تحطوني في السجن وما تحكوا لأي حدا إشي. طيب أوكي خلص، أعطينا الألعاب النارية خلينا نهرب. هاي هي شنطة الألعاب النارية، خليني أفتحها، أنا خايفة يكون فيها إشي ويطلع هذا الملك كذاب. لا هي الألعاب النارية طلعت. وإيش حيصير هلأ؟ حيجي حدا ينقذنا؟ سمع صوت طيارة. في طيارة إجت رح تنقذنا، الحمد لله خلاص رح ينقذونا. تعالوا تعالوا تسلقوا، لا تخافوا إحنا إجينا. اخيرا اجا الشرطي ينقذنا. يلا هلا افكوا ايدي وخلوني اروح، انتوا وعدتوني. صحيح احنا وعدناك، بس مش عارفه اذا نخليك تروح وانت ملك شرير ومجنون. خلينا نصوت، نخليه يروح ولا نوديه على البوليس. مش عارفه، واحنا لا ما رح افكه، خليه مربوط ونوديه على البوليس. هو كتير خطير وممكن يخطف الاطفال. انا اصلا البنت اللي تحت ما بعرف هي لسه عايشه ولا غرقت ولا شو صار فيها. يا ملك يا شرير، ضحكنا عليك خدعناك، ما رح نفكك. اخذنا الالعاب الناريه وما رح نفكك، ايش رح يصير؟ انا خايفه. هي البوليس اخذوه. هي هالبنت اللي فكرتها غرقانه طلعت عايشه. يا بنت ليش لساتك فاتحه تمك هيك وشكلك مرعوب؟ خلاص انت طلعتي. يا حرام شكله اجتها صدمة نفسية بعد الحبس الطويلة. مسكينة يا حرام. وهاي الملك الشرير محبوس وحيودوه على السجن واحنا انتصرنا. وانا كتير مبسوط منكم، انا رح اعطيكم تلعبوا مجانا في الملاهي تاعتي للابد. والله انت فكرك ان نحن ممكن نركب الملاهي الغبية تاعتك؟ مستحيل، اكيد مستحيل. والنهاية بتمنى تكونوا استمتعتوا في الفيديو. إذا عجبكم اشتركوا في القناة واعملوا لي لايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعار متى رح ينزل الفيديو الجاي. وأشوفكم في فيديو تاني. باي باي.